رحب بحضراتكم في آخر فقرة، وزي ما كنت بنوح نتكلم فيها عن ملف مهم جدا، ومش بس تغذية، لا هنروح شوية كده نتطرق لعمليات الجراحية اللي هي خاصة لمرضى السمنة. يعني ناس كتير جدا اللي هي بتبقى عندها زيادة في الوزن وعندها كسل في نفس الوقت، انا مش عايز بقى اروح الجيم سنة ولا اتنين علشان ابتدي احس ان انا يعني جسمي اتغير، فانا هروح اعمل عملية على طول. طب هل ده فيه خطورة؟ هل نعملها ولا ما نعملهاش؟ طب هل هي مفيدة ولا لا؟ بعض الدكاترة يقول لك لا تمام واعملها وما فيش مشكلة، وبعض التاني يقول لك اوعى تقرب من العمليات الجراحية، في بدائل تانية احسن بكتير. انهي الصح؟ خلينا نعرف من ضيفتنا دكتور انجي ابو زيد اخصائيه التغذيه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بيكي. معلش هنركز النهارده شويه واحنا بنتكلم عن التغذيه والاكل السليم والصحه السليمه وكله، ان احنا نروح للشق ده اللي هو بتاع العمليات الجراحيه لمرضى السمنه، وهل هي خطر ولا لا، ونعملها ولا لا اصلا؟ يعني اسالك كده في البدايه بقى ستريت فورورد، هو اصلا السمنه هو مرض، فالمفروض الناس تقتنع ان السمنه ده مرض والمرض لازم يتعالج. بيتعالج الاول بحلول عاديه، الاول بنجربها، بعد كده المفروض ان احنا لو فشلنا في الحلول العاديه اللي احنا سواء كان الاكل الصحي او الرياضه او النظام الصحي عامه في حياتنا، بعديها المفروض ان احنا نلجا للجراحه. زي كده ما ينفعش ان انت يبقى عندك مثلا مراره ملتهبه وتفضلي مخلياها موجوده عندك وانت تعبانه، لا احنا بنوصل في بعدين نشيلها في الاخر. بالظبط كده، بنشيلها في الاخر. هي السمنه مرض، فانا بفضل بحاول اعمل الحلول العاديه، لو ما نفعتش في الاخر ايه الحل اللي المفروض اوصل له؟ ان انا اعمل جراحه السمنه. اوكي، بس مش كل واحد ينفع طبعا جراحه سمنه، يعني مش انا وانت مثلا ينفع جراحه سمنه، لا في ناس ليها كارتيريا معينه المفروض اكون ماشيه عليها. كويس جدا. طيب لو احنا اتفقنا ان خلاص الكيس ما ينفعش ان انا اخس غير بعمليه، اجي بقى اروح اعمل التحاليل، ناس يتقال لها انت تقدري تعملي عمليه، وناس يتقال لها لا مش هينفع تعمل عمليه. طبعا ده بيقابل بقى ناس كتير الموضوع ده. دي احنا ممكن اولا اول واحد بيقول لنا قرار ان انا اخش عمليه او ما اخشش عمليه، اول حاجه كتله الجسم بتاعت المريض نفسها. لو كتله الجسم بتاعت المريض زائد ان هو عنده امراض مزمنه كتير، ده يبقى انا لازم ادخله جراحه. أوكي. بيجي بعد كده دكتور التخدير، هو دكتور التخدير اللي هيقول لي هينفع يدخل جراحه ولا مش هينفع يدخل جراحه اصلا، لكن هو ممكن ما يخشش جراحه فانا مش هينفع اعمل له. يعني ايه ما ينفعش يدخل جراحه؟ يعني ايه شخص ممكن يتقال له انت ما ينفعش؟ ليه بقى؟ يعني مثلا ممكن امراض القلب، مثلا الناس اللي عندها امراض قلب كتير دي ما ينفعش تتخدر، موضوع التخدير بالنسبه لها بيبقى خطر، فانا مش هضيع حياه المريض علشان خاطر اخش جراحه. لحاجه تجميليه يعني. لا هي السمنه مش تجميليه. مش تجميليه. هي مش تجميليه. برضو بس الفكره ان انا بنفيت وريسك، يعني انا بشوف الفايده اللي انا ممكن اخدها من هنا على خطوره المريض لما هيخش العمليه ممكن يحصل له ايه. فانا لازم برضو يبقى الكفتين معادلين مع بعض، او جدا. كفه اكتر من كفه، فانا ساعتها باخد القرار، الجراح ساعتها هو اللي بياخد القرار. اوكي طبعا. بس فكره هنا ان العمليات يعني الجراحيه دي خاصه بالسمنه مش تجميليه، طيب ليه بقى؟ يعني البعض انا بشوف ناس مثلا تخينه جدا كده راحت عملت التجميل دي وتعمل نحت لجسمها وحاجات زي كده، بيتحولوا بني ادمين تانيين رجاله وستات بصراحه، فده يعتبر تجميل؟ انا جملت من مظهري الخارجي. طيب انا قلت لك في الاول احنا جراحه السمنه مش اي حد جاي كده انا عايز اخس 10 كيلو فانا هخش اعمل جراحه سمنه. لا، هو انا جراحه السمنه الاول بشوف كتله الجسم بتاعت المريض قد ايه. طيب كتله الجسم دي اللي هي ايه؟ اللي هي تقريبا وزن المريض على الطول، مربع الطول بتاعه. فانا المفروض الاول بحسبها، لو هي كانت فوق ال 35 زائد امراض مزمنه، ده شخص يعني المفروض يعمل جراحه سمنه. اوكي، يبقى بتتقاس يعني. بالظبط كده. لو شخص فوق ال 40، كتله الجسم بتاعته فوق ال 40، لا ده برضو لازم يخش يعمل عمليه. اقل من 35، لا هو لازم يغير اللايف ستايل بتاعه، دي حاجه ثانيه. الموضوع مش مستاهل يعني. بالظبط كده. لكن انا مش واحد عايز يخس 10 كيلو 5 كيلو اخش اقول له تعالى معايا خش. لا ده ما ينفعش. لكن انا المفروض ليها كارتيريا معينه، بشوف المريض، بشوف كميه الامراض اللي موجوده اوريدي مصاحبه للسمنه بتاعته، عشان السمنه اوريدي مرض مع الامراض التانية. وده متوقف طبعا على ضمير كل دكتور طبعا. يعني في ناس ممكن في زي ما حضرتك بتقولي يبقى 5 كيلو ويقول له تعالى كده كده هياخد فلوس، صح؟ فدي يعني شفناها كومن كتير يعني. بس المفروض ان احنا ما بنعملش، يعني المفروض ان الجراح اصلا كده كده الطبيب يعني المفروض عنده ضمير. هو ماسك حياه الانسان. صحيح. يعني هو في ايده حياه الانسان. انا ممكن لو دخلته جراحه اللي هو 5 كيلو عايز ينزل 5 كيلو او عايز ينزل 10 كيلو، ده هو ممكن ادخله في حاجه مان نيوتريشن، انا بدخله في
في ان هو في اكل كتير فيتامينز هتقع منه وهيوصل لاندر ويت، ممكن يوصل لنحافه، انا ممكن ادخله في مصيبه تانية اكتر من الخمسة كيلو بتوع اللي هم مضايقينه. اوكي بس هو لسه الملف يعني كبير جدا، اسئله كتيره، بس بتهيألي احنا هنروح فاصل سريع قوي ونرجع نكمل معاكي. فاصل سريع ونرجع نكمل. راح بحضراتكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن جراحات التجميلية أو مش هنسميها تجميلية بقى علشان جراحات جراحات السمنة، ولأني أنا شخصيا مقتنعة أنها تجميلية. يعني أنا مش شايفة إن دي جراحات، يعني مثلا واحد تخين جدا أوكي عايز يخس علشان في الأول وفي الآخر شكله يبقى حلو فهي تجميلي. يعني ما هو أنا قلت لك هي السمنة مرض، إحنا عندنا هنا هي مرض طبعا والنحافة الزايدة مرض، بس بالظبط إحنا عندنا هنا في مصر إحنا السمنة بالنسبة لنا لا عادي، ده مش مرض، كل بس قلل أكلك أو اقفل بقك كده أو أنت كده جميل كده ووشك منور ومدور وحاجات كده، بس هو ده مش صح. دكتور إنجي بجد أنا ما شفتش مجتمع زينا والله، كل ما بتبقى بتاكل كتير كل ما الناس معتقدة ان انا صحتي كويسة. بالظبط. لا ده غلط جدا، احنا المفروض ناكل، يعني حتى الاكل الصحي لما بيزيد هو اوريدي اصلا بيوصل لسمنة. يعني انا ممكن واحدة عمالة انا تمام يا دكتور انا باكلش غير اكل صحي بس، انا بلعب رياضة انا بعمل كل حاجة، بس ممكن تكوني بتاكلي فوق الطاقة بتاعتك، فوق اللي انت المفروض تحرقيه، فبالتالي بتزيدي مش بتقلي او مش بتفضلي تحافظي على الوزن بتاعك. هو جراحات السمنه هي جراحه معموله للناس اللي عندها امراض كتير واللي عندها مرض السمنه اللي فعلا. ابتدى السمنه ياثر على اجهزتهم بالظبط كده، في ناس ما بتعرفش حرام تنام، في ناس ما بتعرفش تتحرك، ده حقيقي. والناس كتير اللي عندها سكر والناس اللي لسه داخله على سكر انا ممكن الحقها بجراحه السمنه. الناس اللي عندها ضغط عالي، الناس اللي عندها مشاكل في القلب، الكوليسترول لما بيعلق، كل الكلام ده دي امراض مصاحبه للسمنه. فانا طيب لو عملت ظبطت الجسم بتاعي هتفرق كتير معايا في الامراض دي. عندنا بقى كذا نوع، يعني برضو الناس تايهه انا اعمل تكميم ولا اعمل اللي هي اسمها ايه تحويل مسار، تحويل مسار ولا ساسي. اعمل شفط دهون ولا في دلوقتي بيعملوا نحت، واحده حقيقي بتبقى جسمها بشكل تعمله شكل تاني خالص. طيب هو التكميم يعني ايه؟ تكميم ان انا باخد جزء من المعده، بشيل تقريبا 70% ل 80% من المعده الموجوده، بسيب للمريض تقريبا بما يعادل من 20-30% بقى في المية يعيش بيها طول حياته. بالظبط كده، هي دي المعده بتاعته اللي انا المفروض هيبقى اكلي على قد حجم المعده دي. لكن تحويل المسار انا بحول مسار الاكل نفسه من ان هو بعد ما يدخل في المعده يوصل على طول للامعاء، بس بعد 2 متر من الامعاء نفسها واوصل بعد كده المعده بالامعاء دي. عندي حاجه اسمها ساسي، ودي عباره عن تحويل مسار زائد تكميم، الاثنين مع بعض حالات بقى. دي حالات اوفر ويت مثلا، احنا واصلين 200 كيلو او كده وعنده مشاكل كتيره قوي، دي انا لازم اعملها. واحد مثلا سويتي ايتر قوي بياكل سويتس بطريقه كبيره جدا، لا انا ممكن اخش معاه في حته الساسي. يعني مثلاً كل حد حسب طبعاً الكيس بتاعته، ما نروحش نسال وانت خسيتي ازاي انا عملت تكميم فانا اروح اعمل تكميم، لا مفيش حاجه اسمها كده. ما الجراح هو اللي بيحدد انت محتاجه ايه على اساس اللايف ستايل بتاعك، اكلك عامل ازاي، الشغل بتاعك عامل ازاي، جسمك نفسه يحتاج لحد كام كيلو بس عشان خاطر ينزل. اوكي العمليات دي كمان سواء تحويل المسار او الساسي بنحتاج ان احنا نفضل ماشيين على على فيتامينز كتيره قوي لفتره طويله. ده طبعا بعد العمليه قصه تانية ونظام غذائي تاني ده حقيقي، حاجات مختلفه تماما. طب انا اعرف منين اذا كنت انا محتاجه عمليه ولا لا؟ يعني دلوقتي شخص عادي قاعد حاسس ان هو مليان شويه بس مش عارف هو مثلا من 5 كيلو ل 10 اوكي ولا من 10 ل 15، يعني انا اعرف منين انا محتاجه عمليه ولا محتاج بس ريجيم ودايت؟ بعد كتلة الجسم بتاعته الأول إن إحنا نشوفها، تاني حاجة إن أنا هشوف هل أنا قادر إن أنا أنزل الخمسة عشرة كيلو دول ولا مش قادر. طيب أنا حاولت كتير وما قدرتش إن أنا أنزل، هي الإجابة هتبقى مش قادر، يعني ده اللي أنا بنستسهله. لو أنا مش قادر إن أنا أنزل الخمسة عشرة كيلو دول، طيب هشوف هل الخمسة عشرة كيلو دول مؤثرين على صحتي، مدخليني في مرض أو هيدخلوني في مرض، أو مؤثرين على نفسيتي، مأثرين على نفسيتي وده مرض برضو. فكرة الاكتئاب من الوزن نفسه ده برضو مرض، فأنا هشوف أنا بقابل قدامها مشاكل تانية ولا ما بقابلش مشاكل. لو ما بقابلش مشاكل من الخمسة عشرة كيلو لا هحاول تاني لايف ستايل وهحاول تاني أن أنا أنزل في الوزن،
لو ما قابلني لا يبقى انا اروح لحد مختص جراح اشوف انا المفروض اعمل اي عمليه. اي وزن يعني حتى لو 10 كيلو انا مش قادره انزلهم اقدر ان انا الجا للجراح. بس عاده الجراح بيقول لك الاول هنمشي لايف ستايل ونمشي تعديل السلوك بتاعك والاكل بتاعك الصحي الاول. احنا بعد العمليه اوريدي بنمشي لايف ستايل برضه. صحيح. طب انا عندي اخر سؤال معلش ان هو برضه سؤال مهم. في ناس عندها سيوله في الدم. تمام. السيولة في الدم بتبقى بتهيألي صعب فيها العمليات إلى حد كبير. ده طبعا. هل أي حد عنده سيولة ممنوع تماما ولا في أمل لو عمل يعني بلاد تست معينة أو حاجات؟ ممكن ناخد أدوية لحد ما نظبط السيولة بتاعتنا، بعد ما نظبط السيولة أقدر أخش العملية. لكن قبل السيولة ما أقدرش أخش العملية. زي الناس برضو اللي عندها أنيميا الهيموجلوبين بتاعها 8 أو 6 دي ما ينفعش أدخلها معايا العملية. هي أصلا المفروض تكون قاعدة في المستشفى معلقة محاليل علشان خاطر تظبط الهيموجلوبين بتاعها، فما ينفعش انا ادخلها عشان هي طبيعي بتفقد شويه دم. فانا كده ممكن او اعلى الهيموجلوبين بتاعها. طب دكتور انجي معلش الملف ده طبعا كبير جدا واحنا بنبقى متقيدين بميعاد، بس انا هستاذنك لو ننسق مع الاعداد حضرتك تجي لنا يا الاسبوع الجاي اللي بعده لان لسه في ملفات كتيره وممكن نستقبل بقى كمان وقتها يعني استشارات او اسئله المشاهدين. خلاص ان شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معانا، بشكر حضراتكم على المتابعه، وبكره ان شاء الله يتجدد اللقاء و10 الصبح في الاهلي.